جيو إكسبرس. ما زلنا في قراءة لما يحدث في إفريقيا وتحديدا في الجابون. اليوم نحاول نقرأ من يقف وراء هذا الانقلاب. شفنا منذ قليل قراءة ضيفنا يعتبر أن فرنسا هي من قادت هذا الانقلاب، لكن هناك قراءة أخرى تذهب إلى اعتماد التواجد الروسي أنه هو المحرك الأساسي. أكثر تفاصيل حول إمكانية أن يكون هناك طرف آخر وراء هذا الانقلاب. معنا مباشرة السفير السابق السيد عبدالله عبيدي، مرحبا بك. أهلا وسهلا، تحياتي لكم ولمستمعينا. مرحبا. هناك بعض التحاليل تعتبر أنه استنادا إلى ربما التصريحات الأخيرة لبريغوجين قبل أن يتم قتله فيما يتعلق بأثناء تواجده في إفريقيا، كان أعلن أن القارة ستصبح حرة وأن قواته، يعني قوات فاغنر، ستعمل على ذلك. هل يمكن أن يكون هناك طرف آخر غير فرنسا وراء هذا الانقلاب، وما هي فرضية أن يكون ذلك ممكنا خاصة فيما بعد؟ هو الحقيقة في الحالات هذه ما يبداش طرف واحد وراء قضية مثل هذه، أطراف متعددة. عندما يحصل الحدث الأطراف المعنية الكل تتدخل، كل حسب إمكانياته وكل حسب يعني التحالفات متاعه وكل حسب يعني مصالحه. يعني هل تم تنسيق بين فرنسا وروسيا والصين؟ كيف ذلك؟ هو ميزان قوى، وميزان قوى يتحدد فضلا على القوة العسكرية لكل دولة عظمى ولا دولة من حجم متوسط، ثم الإمكانيات الاقتصادية. نعرف أنه في كل ما يجري الآن في أوكرانيا، في كل الأماكن الأخرى اللي ثم خلافات بين بعض الدول أو مجموعات من الدول فيما بينها، هو عصب الطاقة. يعني المستهدف هو عصب الطاقة، ونعرف أنه في العقود الأخيرة الحروب الكل قامت على الطاقة ومواقعها. نعرف اليوم ثم حاجه ما تتقالش ياسر في الاطار هذا، انه خبراء الطاقه يقولوا الطاقه التقليديه الفوسيل، معناتها الانرجي فوسيل، يعني مازال عندها 40 الى 50 سنه، والى ان يحصل التحول الطاقي الى ترانزيسيون انرجيتيك، يعني كل دوله تحب تاخذ باسباب القوه للنجاح في الانتقال الطاقي. وعلى هذا الاساس تو الاماكن مثل افريقيا، والحديث اصبح متواتر حول افريقيا في الاونه الاخيره، لانه تقريب نضبت الامكانيات الطاقيه بنسبه كبيره من اماكن اخرى وبقات افريقيا عذراء. وعلى هذا الاساس الخلاف اليوم حول افريقيا. واكثر من هكا نعرف انه الحرب اللي وقعت في سوريا، وحبوا معناتها يركزوا نظام موالي للقوى العظمى في سوريا قبل ما تتدخل روسيا في الموضوع، اللي هي تدخلت على خاطر عندها مشكله نتاع طاقه، روسيا تحب تسوق طاقاتها، كانوا يحبوا يجيبوا من الخليج الغاز والنفط عبر سوريا وعبر يعني قبرص، يعني عبر شيبر، لعزل اوروبا على روسيا. وهذا ما حصلش بعد ما دخلت روسيا. يعني شوفوا، رغم ان المواقع متباعده على بعضها، المشكل هو نفس المشكل، والشبكه الاخطبوط هذا يمتد في مختلف انحاء العالم. في حكاية الجابون، نعرف الجابون ينساو برشا ناس اللي عندها طاقة كبيرة، يعني مصادر متاع طاقة كبيرة. ونعرف قبل كان له بها وزير معروف توفى عنده مدة قليلة، ألبان شالوندون، الباترون متاع ألفا كيتان، اللي هي كيما توتال كيما كذا ألفا كيتان. ونعرفوا النيجر كيف كيف، يعني الطاقة نتاع البترول في 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 الجابون، الطاقه نتاع اليورانيوم اللي فرنسا تشغل بها في سنترال اتوميك نتاعها الكل، يعني قاعدين يضربوا في اوروبا في مقاتل الطاقه. نعرفوا انه المانيا اليوم تعرف يعني ركود اقتصادي كبير، من جراند ريسيسيون، على خاطر كانت تستورد في 42% من حاجياتها الطاقيه من روسيا. ونعرفوا اللي بنوك المانيه شاركت في تمويل مد القنوات تاع الغاز ومتاع البترول والغاز سورتو، يعني في هذه ما يسمى بالقنوات الشماليه نورث ستريم والجنوبيه ساوث ستريم، اللي يقال انه قملت عليها قصفتها امريكا في الاونه الاخيره باش تعطلها، باش نجم امريكا تسوق الغاز دوشيست نتاعها والبترول نتاعها. ونعرف امريكا توا قاعده تصدر في يعني مقادير كبيره من الغاز والنفط في اوروبا، بحيث العركه على الطاقه. ومثل ما قلنا، يعني بسيط انك تنجم تفسر علاش ما ينجمش يكون كان طرف واحد وراه.
وما تنجمش تكون فرنسا على خاطر من وقعت اللي طاح به هو كان صديق فرنسا، ولد عمر بنجو، علي بنجو هذا يحكم في الجابون من 50 سنة. كانت فرنسا تنجم تطيحه في عقود سابقة ولا سنوات سابقة. إذا كيف نفسر أستاذ عبد الله يعني الاختلاف في البيانات؟ لأنه ما حدث في النيجر كان من خلال معناه شفنا ردة فعل فرنسا كان تشنج، بيانات يومية مطولة مفصلة، وكذلك تهديد فيما يخص حتى بقاء السفير الفرنسي متمسكين أنه يبقى، ودعوة إلى يعني حتى تأثير على المجموعة الاقتصادية الأفريقية في أنه تأثير كذلك على بعض الدول الأخرى والاستعداد للتدخل العسكري، لأنه الجابون كانت هي بيدة تستعد للتدخل العسكري في النيجر لإرجاع الرئيس المعزول، ثم فيما بعد تم التراجع عن ذلك أغلقت حدودها. يعني شفنا حتى البيان الفرنسي فيما يتعلق بالجابون كان بيانا مقتصرا على بعض الجمل المعروفة، لكن ما شاهدناش نفس الحدة في التعامل مع الانقلاب العسكري في الجابون كما الشأن مثلا بمالي، بوركينا فاسو، وخاصة النيجر. هو كما كتاب معروف زي لبريزنسكي باش نفسروا هالشيء اللي قاعد صاير، يسميه رقعة الشطرنج الكبرى، The Great Cheese Ball. يعني هي لعبة شطرنج، أنت تضرب أنكو والخصم نتاعك يحاول يتصدى لك، هذا اللي قاعدين عايشين، لأنه الأطراف ماهيش تلعب بأوراق مكشوفة، كل ما أنت تكشف ورقة في يدك خصمك يحاول يتصدى، كل ما في الأمر ثم حاجة ماناش قاعدين نحكيو عليها ياسر في التحاليل السياسية، هو أنه أفريقيا قبائل والحكم يتقاسم ولا تهيمن عليه بعض القبائل. اليوم الجيش عندنا مثال في السودان، جيش انقسم على نفسه وقاعد يتحارب فيما بينه حرب ضروس، يعني كما لا تقدر شنها على السودان اي دوله اخرى من خارج السودان. نفس الشيء باش يحصل تو في اوروبا، في افريقيا، غرب افريقيا، سواء كان في النيجر او في الجابون الى غير ذلك، ماهوش باش يستقر الامر. كل ما في الامر انه اعداء فرنسا واعداء حلفاء فرنسا يقول لك عندما ننشر الفوضى، ونعرف أختنا غوندونيزا لايف سمتها الفوضى الخلاقة في وقت من الأوقات. المهم أنه بور ديستابيليزي لي رولاسيون ما بين أفريقيا، غربي أفريقيا، وحلفائها التقليديين، وخصوصا منها فرنسا. نعرف أنه أمريكا تزاحم في فرنسا في أفريقيا، زاحمتها في المغرب وفكت لها المغرب بمنطقة تبادل حر من وقت أيزنشتاين لونسيان، يعني وزير التجاره نتاعها السابق. اليوم امريكا نعرفوا انه النيجر تلعب على خط امريكا كذلك، وامريكا يعني تصدت للتدخل العسكري في النيجر رغم اللي كانت حلفاء، اللي ما زالوا حلفاء فرنسا في افريقيا الغربيه، وفرنسا من دعاة التدخل العسكري. امريكا قالت نتريثوا شويه، ودخلت الجزائر على الخط في وقت من الاوقات كانت ضد التدخل العسكري وضد حتى المدة، قالت 6 أشهر نجموا فترة انتقالية 6 أشهر. يعني اليوم حتى لو كان فرنسا تزاح، الفوضى سوف تعم المنطقة هذيك، وسوف تضر في نفس الوقت بمصالح فرنسا ومن ولاها، وكذلك بمصالح الشعوب الإفريقية، لأنهم يشدخوا في خصام فيما بينهم. احنا نعرف حرب البيافرا في السبعينات في نيجيريا، نعرف وش صار في رواندا، في الكونغو. يعني هما اليوم يكفي شرارة باش يدخلوا في حروب أهلية فيما بينهم، يعني كقبائل متشتتة. نعم، يعني هو ربما في هذا الإطار نفهم يعني الاستعجال من قبل الكاميرون ورواندا في تغيير القيادات العسكرية دون أن يحدث أي انقلاب، يعني هي استبقت المسألة وتم مؤخرا يعني منذ ساعات الإعلان عن تغيير القيادات العسكرية. فيما يتعلق بفرنسا، يعني آخر لقاء أو اللقاء المهم الذي قام به إيمانويل ماكرون حول السياسة الخارجية والإجماع من خلالها السفراء الدول بفرنسا، كان عنده حديث مطول عن السياسة الفرنسية، الدبلوماسية الفرنسية، وكيفية ضرورة تغيير هذه المعادلة المتعلقة بإفريقيا. نحبك تسمع وبعد تعطينا تعليقك. considère que le contexte international se complique et fait courir le risque d'un affaiblissement de l'Occident et plus particulièrement de notre Europe. Il nous faut être lucide sans être excessivement pessimiste dans ce contexte. D'abord, il y a une dilution objective de notre population, de notre richesse produite, de notre part dans les échanges mondiaux.
C'est plus vrai encore depuis la crise de 2008-2010. C'est le fruit de l'émergence de grandes puissances internationales qui s'imposent. Ça a été renforcé par la crise énergétique, notre Europe n'étant pas productrice d'énergie fossile, en tout cas à court terme. Ça vient consolider aussi des stratégies que nous poursuivons, mais c'est là, et c'est un fait. يعني كيف نلخص ربما هو يتحدث عن اليوم هناك إضعاف للقارة الأوروبية بسبب الأزمة الأخيرة أزمة الطاقة وتحدث على كذلك هو حتى في خارج هذا المقطع اللي خذيناه لكن تحدث فيما بعد فيما يتعلق بضرورة البحث عن مصادر لتقوية وتعزيز الثروات لأوروبا وأنه اليوم العلاقة مع الشرق يعني ليست كما في السابق وتحدث على أن أفريقيا اليوم لديها أجيال جديدة والأفارقة يعني عندهم شباب آخر يلزمنا ناخذوه بعين الاعتبار هل هذا هي سؤالي هو هل هذه لغة دبلوماسية لي يعني التخفيف من الضغط اللي قاعد يعيش فيه إيمانويل ماكرون إعلاميا على خروج مالي بوركينا فاسو وسلسلة الدول التي هي أعلنت معناها رفضها لبقاء فرنسا فيها أم هناك يعني فعلا البحث عن حلول أخرى فيما يتعلق بالتواجد الفرنسي في إفريقيا نحن نعمل بعض ملاحظات بهذا الخصوص نحط ساعة تدخل متاع ماكرون في إطاره هذه راه تقليد سنويا تم ندوة نتاع مثل ما يصير في تونس كذلك ندوه نتاع رؤساء البعثات الدبلوماسيه والقنصليه في البلاد وهو يعني الخطاب هذا يسمى منهجي بور دوني لو كاب هاو التوجه هاو المعطيات الجديده بخصوص فيما تبقى بخصوص يعني اوروبا احنا نعرفوا انه صعود ليمرجونس دي جيون ازياتيك الهند والصين يعني الصين اليوم اصبح عندها حاملات طائرات للمره الاولى ما زالت في شغله حامل طائره ثالثه ونعرفوا حامل الطائرات لي بورتافيون سون دي زارم اوفونسيف باش تمشي من بلاد لبلاد دي زارم اوفونسيف باش تمشي من بلاد لبلاد اونسويت ثم مشكله امريكا حبت تدق الصين ما بين اوروبا وروسيا لانه اذا كانت توفقت روسيا باش توفر وسائل الطاقه لاوروبا يعني سوف تصبح امريكا في عزله أمريكا عاشت على نفقة أوروبا 70 سنة منذ انهيار المحور بعد انهيار ألمانيا في الحرب العالمية الثانية 70 سنة والجدار بتاع ألمانيا والمعسكر الشيوعي غير ذلك عاشت من قسمة أوروبا هي تحب تواصل أنا نحب نقول للمستمعين أنه في كتاب بريزنسكي وإحنا نعرفه حاجة أخرى نحب نقولها أنه الكلام اللي يقول فيه ماكرون مش بتاع ماكرون هذوما بلاد بتاع مؤسسات ماكرون كي يجي باش يخطب يحطوا له مختلف المؤسسات الاركان نتاع الجيش المؤسسات اللي تمثل الاقتصاد يحطوا له عناصر الخطاب وهو اللي يتكلم بها وعناصر الخطاب في عناصر الخطاب اللي يحكي عليها في مناسبه هذا اللقاء يقول احنا موجودين اليوم باش ندافعوا على مصالحنا والدفاع عن دقيق انا نحب نستفسر معك هذه النقطه المتعلقه يقول لك الدفاع عن مبادئنا وسيادة الشعوب في تقرير المصير أين هذا من في التطبيق ما همش قاعدين يحترموا في حتى قرارات يدخلوا في كل دولة كيفاش لازمها تصير والتطبيق في جهة وقت اللي أمريكا فتحت تحقيق حول ظروف وملابسات اغتيال ولا موت بريغوجين هالدولة هذه اللي عندها مبادئ نتاع حقوق الإنسان قتلت 1.5 مليون عراقي يحكي ماكرون على 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 المبادئ مبادئ اوفيميزم يعني انا نذكروه بحرب الجزائر كيف 1.5 مليون شهيد الناس هذوما ما عندهم كان مصالح هذوما بعثوا شعوبهم في الحرب العالميه الاولى 8 ملايين وفي الحرب العالميه الثانيه تقريبا 60 الى 70 مليون من مواطنيهم فيما بينهم لا ثم لا شيعه لا سنه لا عرب لا مسلمين لا حتى شيء يعني بالنسبه للناس اللي عندهم مصالح لو كابيتال كما يقولوا ما يهمهمش شكون يموت وشكون يعيش وكل ما في الامر انا نحب نذكر بحاجه هامه جدا انه بريزنسكي في كتابه هذا يحكي على استراتيجيه طويله المدى يقول اذا كانت تتقارب وتو نذكروا بدوغول ايش قال كذلك كيف تتقارب المانيا وروسيا يعد اعلان حرب على امريكا اليوم امريكا تحاول دوغول قال لهم وكان عنده خلاف كبير مع بريطانيا وما خلتش بريطانيا تدخل في المجموعة الأوروبية حتى اللي مات وما دخلت كانت 3 سنين بعد ما توفى وما مات في أكتوبر 70
دخلت ان 73 وقال لي بحيث وفزت اوروبا، ما دخلتش في اليورو، ما دخلتش في شنغان الى غير ذلك. يقول يعني اليوم امريكا ما تخليش اوروبا تلتحم فيما بين، يقول دوغول، يقول اوروبا من المحيط الاطلسي يعني الى جبال لورال اللي هي موجوده في روسيا. روسيا هي قوه، وروسيا ما تنجمش تبقى حليف للصين، لان يعني الصين امبراطوريه عندها مليار و300 مليون، روسيا 140 الى 150 مليون، وقاره كامله وتزخر بكل الطاقات، بحيث مجبوره باش تلتحم بالعرق الابيض باوروبا حتى تكتسب الوزن هي واوروبا للدفاع عن انفسهم. وذاك علاش توا روسيا ماشيه لسوريا، ماشيه مستعده تمشي في اي مكان باش تدافع على حيادها. واضح. يعني يحبوا يفكوها وينتزعوا منها الثروات نتاعها كما انتزعوا ثروات افريقيا. واضح، نعم. لعدة قرون. شكرا لك استاذ عبد الله العبيدي السفير السابق على هذه التفاصيل، شكرا لك. نحن مازلنا معكم في جيو اكسبريس، اما نخليو المجال لقسم الاخبار وبعد نرجع باش نكملوا الجزء الثاني المتعلق بالجدل الذي تم اثارته لزياره او للقاء الذي تم مع بين وزيره الخارجيه الليبيه والوزير الخارجيه الاسرائيلي.